بن ريفنج بلش كنا عم ناخذ قهوه بالمحطه محطه القطار تبع مارسيليا، وقبل ما يمشي وائل بالترين قلت له وائل انا عبالي انه نشتغل سوا، انا عم بعمل فيديوز صار لي زمان وعبالي اشتغل مع موسيقى وبحب موسيقتك. رجعنا شفنا بعضنا بعد شهرين ببيروت وقال لي ليكي انا عم بعمل ميكسينج لاغاني عربيه مع الكترونيك، سمعني هون حبيت كثير وبلشت فتش انا على ارشيف صور على شو ممكن استعمل تقدر ملي كل هالعرض، وهيك فتت على السينما المصريه لانه الاغاني كمان متاخده من هيدي السينما وهي ماده غزيره وارشيف كثير مهم. بالاسمر جنني يا عيوني سلب لي عقلي مني الله انا بلشت بالموسيقى لما كان عمري 3 سنين، صار في حرب اهليه بلبنان وسافرت مع اهلي من لبنان على فرنسا. لما وصلت على فرنسا يعني مثل واحد رجع على الصفر ورجع تعلم لغه جديده وخسرت العربي، صرت احكي فرنسي بصوت العربي. لما صار عمري 15 سنه رجعنا من لبنان على رجعنا من فرنسا على لبنان، وهون حسيت انه حابب احكي بالعربي. بفتكر ده هيك صرت اعمل هيب هوب يعني راب وصرت احكي كتير. الحمد لله وصلني الشيك وصراحة متشكرين. انا واحد من الحشاشين. ايه اخترت؟ لا انا ما خص الطفوله بالموضوع، بلشت صور كان ساكن عمري 18 سنه، بس كنت اهتم بالرسم وبالصوره من فتت على الجامعه واكتشفت انه الواحد انه التصوير فن، وكثير تعمقت بالموضوع صرت صور كل الوقت. الغنية نحن عم ناخدها بس عم يعني كأنه عم نشتغل ريميكس، بس ما عم نشتغل ريميكس، عم نجرب نخلي روح الغنية موجود، يعني ما عم نكسل كتير بالغنية تالناس ترجع تعرفها، بذاك الوقت بدنا نعطيها أبعاد جديدة. جمهور كتير مختلف بالأعمار وبالثقافات يعني، بس إنه لعبنا عدة مرات قدام جمهور عايش هالأفلام بالفترة اللي كانت عم تطلع فيها، وكانوا كتير مبسوطين إنه يرجعوا يشوفوها ويتذكروها وبالطريقة اللي نحن عم نقدمها. عم نلعب كتير بأوروبا ولعبنا كمان بالعالم العربي، وبأوروبا الناس ما بيعرفوا أبداً هالأفلام، فنظرتهم لهول الأفلام كتير حلوة، أولاً لأنه هن متعودين يشوفوا عالم عربي حروب ومجازر ومشاكل إلى آخره، وهون عم يكتشفوا عالم عربي فيه حب فيه غرام فيه السينما وفيه فن.